اهلا بكم ومرحبا اعزائي المشاهدين في برنامج جوله جوله في المطبخ. اسمحوا لي ارحب بالاعلاميه الجميله عنان عاكف اللي مشرفانا في برنامجنا. اهلا بك يا جوله واهلا بالساده المشاهدين. دلوقتي طبعا كلكم متشوقين، اكلتنا ايه النهارده؟ اكلتنا النهارده اكله كلنا بنحبها، الصغار بيحبوها وكمان الكبار بيحبوها، اللي هي المهلبية. بس قبل ما نبتدي تحضير أكلتنا لازم نقول حدوتتنا. حدوتتنا النهاردة طبعا عن المهلبية. المهلبية ليها قصص وروايات كتيرة، بس أشهرها القصة الخاصة بيزيد بن المهلب ابن أبي الصفرة، وده كان قائد عسكري في عهد الدولة الأموية، وبعد وفاة والده أصبح والي إقليم خراسان سنة 84 هجرية. أمر الخدم بتوعه يعملوا له حلو متميز ويسموه باسمه، فعملوا له الحلو ده وسموه مهلبية نسبة إلى مهلب اللي هو اسمه يعني. ولكن في روايات تانية بتقول إن المهلبية كان اسمها محلبية بالحاء، ولكن سموها محلبية نسبة إلى الحليب اللي هو مكون أساسي في عمل المهلبية. ولكن مع تطور الزمن اتحرف اسمها وأصبحت مهلبية، وبكده انتهت حدوتتنا ويلا بينا على أكلتنا. تعال نشوف مع بعض المكونات. عندنا هنا 6 معالق نشا و6 معالق سكر ومعلقتين كبار نشا، قصدي كريم شانتيه، وكيلو لبن يعني 4 كوبايات، وطبعا كل المعالق هنا كبيرة، سواء النشا معالق كبيرة وبرضو السكر معالق كبيرة العيار بتاعها، وبرضو الكريم شانتيه متعاير بالمعلقة الكبيرة. وعندنا هنا 1/2 كوباية زبيب زي ما انتوا شايفين، وألوان أنا يعني مخلية الزبيب كذا لون، لون غامق ولون فاتح عشان بس بينعنش الشكل شوية. دي كانت المكونات بتاعتنا ويلا بينا على الطريقة. الطريقة هنجيب حلة زي ما انتوا شايفين، هنحط فيها اللبن وهنضيف بعد كده كل المكونات الجافة اللي هي النشا. هنضيف النشا، النشا ده لازم يبقى 6 معالق مليانين للآخر يعني بشكل هرمي، معالق كبيرة مليانة بشكل هرمي يعني، و6 معالق كبار سكر. معلش مثلا ايه عارفيني ايوه. وهنحط كمان 2 معلقة كريم باودر، ده عشان يعزز الطعم، وممكن لو عندك كمان قشطه تبقى حلوه قوي، تحط لها 2 كبار قشطه تبقى حلوه، بس القشطه لو عندك قشطه هنحطها في الاخر ما نحطهاش دلوقتي. يعني اما كريم شانتيه يا اما قشطه. الكريم شانتيه لو حطينا كريم شانتيه عشان نعزز الطعم هنحطه، والحله لسه ما حطيناهاش على النار يعني لسه الحاجه بارده. لكن لو هنحط الكريم شانتيه 2 معلقة كريم شانتيه لازم بعد ما نعمل المهلبية في الآخر نحط الكريم شانتيه. دلوقتي هنحرك، هنقلب على البارد. هنقلب على البارد، هنحرك كده على البارد. يعني ما نحطهاش على النار على طول؟ لا ما نحطهاش على النار على طول عشان أنا عايزة النشا يدوب في اللبن، لأنك أنت لو حطيتيها على النار على طول تبص تلاقي ممكن النشا ده يكلكع منك، فأحسن تعمليها تحركي النشا على البارد لحد ما يدوب تماما في اللبن. يبقى المواد الجافة كلها أحركها على البارد؟ أنا عايزة بس قبل ما لازم المواد الجافة وخاصة النشا، أنا كل التحريك ده
احركه على البارد عشان النشا النشا يدوب في اللبن وما يكلكعش. طب والفانيليا؟ الفانيليا دي هنحطها في الاخر، ما تستعجليش عليها، هنحط الفانيليا في الاخر. انا خلاص كده حركت النشا وخلاص بقى داب. داب خلاص اهو. دلوقتي هنحطه على العين بتاعت البوتاجاز. تمام. وبرضو هنستمر بصي في التحريك. في التحريك او التقليب. مهمة جدا. نستمر في تحريك المهلبية باستمرار وهي على النار، ده مهم جدا، لانك لو رفعتي ايدك من عليها تبصي تلاقي ان النشا كلكع منك ولزق في الحلة من تحت. تمام. فعشان تنجح معاكي لازم تقلبي على طول، طول ما هي على النار تقلبيها لحد ما تستوي. يبقى احنا كده لازم نقلبها على البارد وبرضو هنقلبها لما نرفعها على النار. ونستمر في التقليب كمان. نستمر في التقليب. هي سهلة جدا وكل حاجة، بس التكات دي هي ممكن اللي تبوظها معاكي. تكات صغيرة بس ممكن تبوظ مننا الحاجة وما نبقاش عارفين ايه اللي بوظ الحاجة واحنا ماشيين على الطريقة بالظبط وما وحتى المقادير مظبوطة وكل حاجة، بس التكات الخفيفة دي البسيطة هي اللي بتبوظ أي أكل. عشان كده الأكل مهم جدا فيه التركيز. التركيز لو ممكن ايه. طب ثانية بس أروح أعمل حاجة. لا هتبصي تلاقيها كلكعت ولزقت من تحت. أيوة. وممكن تتحرق كمان. ممكن تتحرق كمان. احنا بس عايزين نفضي كده. ممكن تقعد او هي هتقعد قد ايه على النار؟ لا هي النار على حسب النار، لما تكون قوية بتتعمل معاكي بسرعة. على حسب يعني انا اعلي عليها النار مش هوطيها. لا وعلي النار، ما انت طالما انت بتحركي ايدك باستمرار خلاص النار خليها عاليه. هتتعمل على نار عاليه يعني مش نار واطيه. لا لا اهم حاجه الاستمرار في التقليب. بالظبط كده. وبتهيالي المضرب ده يعني احسن من المعلقه. لا المعلقه برضو المضرب بس بيعمل تجانس كده، بيخلي كل الحاجات اللي فيها ما تكلكعش. بس المعلقه بس ديت عشان كمان ممكن تجرح عشان هي عشان نوع بس هو مهم. المضرب حلو بس انا برفعه كمان من على بخليه بعيد عن القاع بتاعتها عشان ما يجرحهاش. طب هي هتغلي يا جولة؟ لا هي مش هتغلي. هي بص اعرف منين انها استوت. ما هتعرفي انها تستوي. هي تغلي طبعا، بتفقفق وبتتخن وبتتجمد. بصي هتلاقيها، خليكي معايا شايفاها ومركزه. انا مركزه اهو. ايوه هتبصي تلاقي بعد شويه هي هتبتدي تتماسك، بس هي محتاجه شويه كده لسه ما سخنتش قوي. النشا هيتماسك مع اللبن. ومهلبية يعني ما تعملهاش كلها بمقدار واحد، لان المهلبيات بتلاقيها مختلفة. في مهلبية بتحشي بيها، في مهلبية بتعمليها في الكاسات. المهلبية اللي بتتعمل في الكاسات ما تخليهاش تخينة، تخليها انسيابية شوية كده وانت بتعمليها في خفيفة شوية. هتحطي لكل كوباية تحطي لها معلقة كبيرة نشا. لكن لو انت هتعمليها في الحشوه او تعمليها قالب، خلي كوبايه معلقه وربع كبيره، يعني تبقى متماسكه اكتر. تحطي لها ربع معلقه زياده عشان تتماسك. وطبعا زي ما انت عارفه ان المهلبيه طورت كتير، مش بس مهلبيه باللبن، هي اصلا اساسها كانت الاول مهلبيه باللبن، لكن دلوقتي بنعمل مهلبيه من الفواكه، بنعمل مهلبيه بالبرتقال، بنعمل مهلبيه بالقمر الدين. يعني ممكن بتدخلي بتشيلي اللبن وبتحطي مكانه عصير فواكه، وبنقول عليها برضو مهلبيه. فالمهلبيه الحقيقه بتدخل في حاجات كتير دلوقتي، اتطورت وبنغير في مكوناتها وفي تركيبها.
والله يا جولة وانت بتطوري مني في الاكل، يعني انا المره اللي فاتت اكلت اللية ده. وبعدين كان موضوع، يعني كان موضوع تاريخي لحظه تاريخيه اتسجلت. فالنهارده برضو انا المهلبيه نفس موقف اللية، بس يعني اكيد هتغيري مني. انت ما بتحبيش المهلبيه كمان؟ لا انا بحب الرز بلبن. هو الرز بلبن اخو المهلبيه على فكره، يعني انا كل ما ادوقها يعني طعمهم متشابه. بس المهلبيه مثلا بالفواكه، لو مهلبيه بالبرتقال او مش بتحبيها؟ او مهلبيه قمر الدين بحبها. والبرتقال، ما البرتقال مزز حلوه. لسه ما جربتش. لا هتلاقيها حلوه ومزز. لو عملناها بقى في القناه هنا هتحبيها. خلاص هحبها، انا اللي بيتعمل هنا بحبه. خلاص قولي لي، بصي ركزي. خلاص بصي ابتدت ايه اهي، ابتدت تتقل. ابتدت اهي تتقل اهي. أيوة. واحنا بنقلب ونحرك اهي، ابتدت تتقل معايا لحد ما احسها خلاص ابتدت في الاخر تحسيها بتفقفق. أيوة. كده خلاص اهي. حضري بقى احضر بقى القالب. ايوه عشان هنرفعها خلاص من على النار. وعايزين بقى ايه؟ الفانيليا. بصي اهي، انا عايزه بس اوريها للساده المشاهدين اهي. بصي اهي بقت اهي كده. هي طبعا تخينه شويه عن عن اللي هي هتتحط في كاسات. ايوه اتخن شويه كدا. العيار بتاعها انا زي ما قلت لك محطه لكل كوبايه معلقه كبيره وربع. شكلي هحبها. يعني ريحتها حلوه. هات الفانيليا، هات لها فانيليا. الفانيليا إيه؟ كمان احط كله؟ لا مش كله، ده يمرر. انت عارفه ال فين الغطا بتاعها؟ اهو. حطيت انت منها على كده؟ لا لسه ما حطيتش. عايزه اقول لك ملحوظه، الفانيليا الباودر ما تحطيش منها كتير. تمام. السائله كويسه، انما الباودر ديت عملت. بصي بصي بتقطع كده، انا عايزاها تقطع كده. الثانيه تبقى انسيابيه اكتر من كده، بس كده. بصي ابتدت تفقفق وتخن. طيب انا ارفعها خلاص. حلوه جدا. عايزين نحط الزبيب. الزبيب ممكن احط حاجه ثانيه غير الزبيب؟ ممكن طبعا تحطي، ممكن لو عندك كومبوت هنحط كده الزبيب. شايفه الزبيب انا عاملاه الوان، الوان غامق وفاتح عشان بس ايه يدي شكل ومنظر جميل ليها. ايوه هتحطي كده اهي. بس الزبيب الكاميرا ان شاء الله تكون جايبه الكاميرا جايبه الزبيب اهو الكاميرا كمان. عشان تجيب الزبيب كده كمان. انت عاجبك عايزه تاكلي منه؟ حلو الزبيب، انا دوت الزبيب لحمه. بس كده. ودلوقتي هنضيف، ممكن بس ادوق الزبيب الاصفر. حلو برده الزبيب الاصفر. نبتدي نضيف الله. انا قلت شكلها هحبها، حبيتها. لسه اما ادوق بقى هحبها اكتر. هتحبيها؟ يعني يا جولة انا شكلي احب كل الاكل. يا رب انا اللي انا ما بحبوش تحب كل الاكل على ايدي. يا رب. عايزين بس ايه؟ الله. بصي هنهزها كده شويه عشان عشان بس ايه تتظبط. عايزين بنديل كده عشان بس ايه تتظبط. بس خلاص خلاص خلاص. ما جيبش تاني؟ لا خلاص. حرام. خلاص كده. حلوه جدا. ريحتها كمان بس لما جت عندي هنا كده. بس بقى دلوقتي احنا هنسيبها تبرد، تبرد الاول تماما من بره، وبعدين هندخلها في الثلاجه عشان تسقع. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا سيبنا احنا المهلبيه تبرد تماما قبل ما نحطها في التلاجه،
زي ما قلت لك، وبعدين دخلناها التلاجة. هتسألني تقولي طب ليه ما ندخلهاش على طول في التلاجة؟ ايوه صح يا جولة. ما ندخلهاش في التلاجة على طول لان بيطلع منها بخار. لو انت طلعتي دخلتيها على طول في التلاجة تبص تلاقي المية اتكثفت وبقت على المهلبية وكده تبوظ المهلبية بتاعتنا اللي انا مستنيها. وبعد ما طبعا دخلناها التلاجة وسقعت تماما، دلوقتي هنقلبها في الطبق. نتعلم بقى طريقة القلب. ايه رأيكم بقى؟ شوفوا شكلها جميل ازاي. ثواني يا جولة، ثواني يا جولة. لا لا، ايه رأيكم بشكلها؟ بس ايه رأيك بشكلها؟ تحفة جميلة، يعني شكلها رائع جدا جدا، شكلها و حلوة. ممكن نعملها للأطفال في قوالب صغيرة، لو واحدة عندها طفل صغير. أولا عشان الطفل يحب الأكل، خلي الأكل شكله جميل، أشكال، أعمل أشكال، تعملي له أشكال، لأن الطفل أو حتى الكبير، عارفة الإنسان الكبير برضو بيجذبه الأكل الجميل وطريقة التحضير الجميلة، فما بال الطفل. صح. الطفل بقى اعملي له مثلا ايه زي ديت مهلبيه، وحطيها له في قالب صغير كده، وحطي له مثلا الزبيب او كومبوت او مكسرات، وتقلبها له وتديها له عشان ياكلها. اولا بالنسبه للاطفال، كتير من الاطفال مثلا ما بتحبش تشرب اللبن. صح. فتبص هي طبعا المهلبيه دي فيها لبن، واللبن بالنسبه للطفل ضروري جدا، عشان الطفل اكتر حاجه محتاجها الكالسيوم. كمان المهلبية سهلة في أكلها، وخصوصا الأطفال هم صغيرين ما بيبقاش فيهم ما عندهمش سنان كافية. فالمهلبية سهلة بتاكليها وبتتبلع على طول. بتتبلعها على طول. صح. أيوة. كمان في فايدة تانية للأطفال، يعني احنا اتكلمنا عن انها اول حاجة بتجذب الطفل، بتجذب الطفل. تاني حاجة انها فيها ايه؟ لبن. لبن في كالسيوم مفيد للطفل. في كالسيوم بيفيد الطفل. كمان المهلبية سلسة وهو بياكلها. كمان في حاجة تانية إضافية، إن النشا مش بيتهضم بسرعة، فلما الطفل ينام بالليل ما ينقصش السكر بتاعه، ما ينقصش. ليه بقى؟ لأن النشا مش بيتهضم بسرعة. معلومة طبية. فكل ده بيفيد الطفل، وفي نفس الوقت المهلبية دي على فكرة أكلة سهلة وسريعة وجميلة واقتصادية كمان، يعني مش مكلفة كتير. دي أحلى حاجة. أحلى حاجة، وبتعمليها بسرعة وجميلة وكل الناس بتحبها، وفي نفس الوقت اقتصادية في متناول الجميع يعني. أيوة بالظبط كده. أنا عايزة أسألك بس سؤال قبل ما نخلص. أيوة. يعني أنا لاحظت إن أنتي عملتي الطبق كده جامد وإحنا بنقلبها. فانا عايزه اعرف ليه الحركه دي. حركه القالب عشان تنزل. عشان هي ايه؟ تنزل من القالب كامله، لان ممكن تبقى معصلجه شويه. حته وحته. عشان كده انا. ايوه بالظبط كده. تمام. فانا عايزه الساده المشاهدين يجربوها، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ودلوقتي هخلي عنان قدامكم تجربها وتدوقها وتقول رايكم فيها ايه. ايوه نقطع حته اهي، وهتدوقها قدامكم وهتقول هي رايها ليكم ايه. اهي شكلها جميل. أيوة. قبل ما ادوق بصراحه. تمام. اهو بس الزبيب. ايوه دوقي كده وقولي للساده المشاهدين رايهم، رايك فيها ايه. حلوه تحفه، والله تحفه، جميله جدا. جولة قولي لي، المهلبية ممكن تقعد معانا كام يوم في التلاجة؟ ممكن تقعد من يوم يعني 3 أيام تقريبا، يعني أقصى حاجة ليها 3 أيام بتبقى كويسة. أنا بعد كده بتبتدي تنشف في التلاجة ومتبقاش حلوة، يعني حتى لو قعدت سليمة وما باظتش مش هتبقى حلوة ربع يوم. هي 3 أيام حلوين عليها في التلاجة، يعني 3 أيام بعد الثلاثة. لا ما بعد الثلاثة ما بتبقاش حلوة، ما كلهاش. أنا فعلا جربتها بعد الثلاثة، تبص تلاقي الطبقة اللي من فوق كده ابتدت تنشف في التلاجة، لأن برضو التلاجة بتنشف الحاجات طالما هي مش محطوطة ومقفولة. لكن أنت لو حطاها في علب وقافلة العلب بتاعتها ممكن تقعد 4 أيام في التلاجة كويس.
تمام، دي فكرة حلوة. طيب أنا عايزة أقول حاجة، أنا شايفاها إن هي تنفع تورتة مهلبية. ممكن يعني نقول عليها دي تورتة مهلبية، أو ممكن نعملها فكرة منك إن إحنا نفس القالب ده اللي إحنا عملنا فيه المهلبية تجيبيه وتعملي فيه تورتة اللي هي التورتة الإسفنجية ديت. تمام. بنحطها في نفس القالب ونسويها، وبعدين بعد ما تستوي أروح جايبة المهلبية في القالب. تمام؟ تمام. ويبقى جامد. وتجيبي نفس معاكي قالب تاني بنفس الشكل تعملي فيه تورته نفس الشكل ونفس الحجم. نفس الشكل ونفس الحجم، تعملي فيه تورته وتروحي ايه قلباها قبل ما المهلبيه تبقى يا دوبك سخنه وما يعني لسه ما اتجمدتش عشان تلزق فيها الكيكه، وتروحي قلبه فيها الكيكه وبعد كده تسيبيهم مع بعض لغايه ما هي دي تتجمد كويس وتلزق، وبعد كده تطلعيهم من الثلاجه وتقلبيهم، وبتبقى عندك كده تورته كامله بالمهلبيه بالكيك كمان. يعني دي فكره جميله جدا وجديده. ايوه بالظبط. يعني انا ما شفتهاش على اي قناه. فحاولي تجربيها. والطريقه ديت برضو وانا ما شفتهاش بصراحه في اي قناه او في اي حد عامل المهلبيه بالشكل الجميل ده. لا انا بصراحه فعلا انت شفتيها قبل كده؟ لا يعني كاسات اطباق. ايوه كاسات، لكن الشكل اللي هو شكل التورته شكلها كتورته ومتجمله بالشكل الزبيب ده ما شفتهاش قبل كده. صح. لا جديده عليا. طب انا ممكن اضيف ايه مع الزبيب؟ والله انت ممكن تحطي تعملي كومبوت مثلا حتت صغيره، عارفه اي كومبوت اي فاكهه كومبوت لو انت عايزه تضيفيها مع الزبيب. تمام. تقطعيه وتحطيه برده مع الزبيب، او ممكن تعمليها بمكسرات على فكره. مكسرات مش بس زبيب، يعني ممكن تجيبي عين جمل، بندق، اي حاجه، جوز هند، وتحطي المكسرات دي كلها معاها. لو عايزه جوز هند بقى، لا جوز هند حطيه في قلب في قلب المهلبيه عشان يديك الطعم جوز الهند. معنى كده ان انا هحطه وهي على النار او وهي سايحه. من بعد ما بصي بعد ما تستوي المهلبيه من الافضل تضيفي بقى ايه الجوز الهند في الاخر، ما تضيفهوش من الاول. يعني ما تضيفهوش مع الحاجات الجافه، لا ضيفيه بعد ما تستوي المهلبيه. تروحي جايبه هتحطي معلقتين ثلاثه جوز هند وتقلبيهم فيهم، وتكوني حاطه بقى في القالب بتاعك المكسرات والزبيب وبتاع. هتبقى على فكره حلوه جدا وغنيه جدا وغنيه جدا بفوائد كتيره قوي، فتبقى حلوه جدا جدا جدا. يعني فعلا ساعتها هتبقى تورتايه تورته مهلبيه بالمكسرات، يعني هتبقى حلوه جدا. يعني الطفل هيبقى هو اللي عايز ياكلها، هيقول لا انا عايز من ده، لان هيشوف كل ده محطوط، فهيبقى زي هو يعني الطفل بيشبط في الحاجه، فكل ده هيخلي الطفل يشبط فيها. بالظبط كده، هيقول لك دايما ابقى اعملي لي المهلبيه دي بنفس الطريقه دي. يبقى انا كده دخلت له اللي انا عايزاه بطريقه غير مباشره. يعني في اطفال بالزبط. بتكره جدا ان هي تشرب لبن، لا مش عايزه لبن بالزبط. ولا مش عايزه مكسرات. طب ما كل ده فوائد. يبقى انا عملت التورتايه دي، انا وصلت للطفل اللي انا عايزاه بطريقه غير مباشره. قبل ما ننهي كمان حلقتنا، عايزه اجاوب على اسئله بعض المشاهدين في الحلقه بتاعه المكرونه بالبشاميل. في حد سالني بيقول لي طب ممكن نعملها البشاميل ممكن نعمله بالزيت؟ طبعا ممكن تعمله بالزيت، بس طبعا بالزبده او بالسمنه هيبقى طعم البشاميل احلى. وفي حد تاني بيقول البشاميل ما كانش كتير، عايزه البشاميل يبقى كتير. مش اي حاجه طبعا نكترها، مش لازم تعملي مكرونه البشاميل يبقى كتير قوي 3 سم فوق المكرونه، بالعكس انت حطي البشاميل بشكل كده حلو وكميه قليله هيطلع معاكي خفيف وجميل. واي استفسارات او طلبات ابعتوها على واتس رقم القناه اللي ظاهر قدامكم دلوقتي. وفي نهايه حلقتنا
بشكر الإعلامية عنان عاكف اللي كانت مشرفانا في حلقتنا، وكمان بنشكر السادة العاملين، ونشكر كل المشاهدين اللي دايما بيتابعونا على قناة الصحة والجمال، وكمان اللي بتفوتوا الحلقة ممكن يتابعنا على اليوتيوب، عندنا اللي هتبقى موجودة الحلقات ديت، وكمان عندنا أكلات كتيرة وجميلة على اليوتيوب، حاولوا تتابعونا هناك وتشوفوا القناة بتاعتنا، هتلاقوا جميع الأكلات، هتلاقوا اللي هيفوتوا الحلقة هيلاقيها على اليوتيوب في طبخ اليوم جولة طبخ اليوم جولة جولة، وهتلاقوا أكلات تانية كتير. ونشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة، وانتظرونا كل يوم أربع الساعة 11:30 مساء على قناة الصحة والجمال، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة في أكلة جديدة، وباي باي، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وأكلة جديدة.